طيب شو رأيكم لو حدا يكون عم بيوجه رسالة عبر السوشيال ميديا والناس تترك الموضوع الأساسي وتهتم بشكله مثل ما صار مع سوريا؟ مرحبا، بدي اتمشى شوي، اتحرك، اجيب كم غرض، maybe جيب مور ماسكس. سوريا طالب، رائدة أعمال لبنانية عاشت بالسعودية وبالأردن، وآخر محطة إلها كانت الصين اللي حققت فيها كتير إنجازات وتعايشت مع الشعب الصيني بشكل كبير. يلا حبيبي. رجعت على لبنان مع تفشي أزمة الكورونا، ومن خلال فيديو طالبت الجهات المختصة أنه يفحصوا القادمين على مطار بيروت، أنه بيبقى بالجسم 14 يوم وممكن ما يبين ولا عارض على كالعادة المغزى الأساسي من المحتوى تم إهماله تماما. فئة لا بأس بها من الناس دمروا على سوريا بشكل بشع جدا. صار يبعثوا لي مسجات شخصي، الله يشوهك أكتر ما أنت مشوهة، عشان عندي سكارز. أوكي؟ إيه أنا مشوهة، أنا صار معي حادث بالـ 97. والله يا سوريا، نحن مثل ما أنت انصدمتي نحن كمان انصدمنا. رح تكون معنا سوريا عبر السكايب، ما بعرف إذا هي معنا هلأ. صباح الخير سوريا. صباح الخير، كيفك؟ عم تشوفينا؟ نعم. سوريا أنا مصدومة، يعني هلأ يعني إذا أنت مصدومة شوي أنا مصدومة كتير. خبرينا شو الحادثة اللي تعرضتي لها بداية؟ أنا كان عمري تقريباً 11 سنة لما صار معي حادث سيارة، وللأسف طلع كل الحادث بوجهي، فصار عندي جروح وعملت عملية تجميل، بعد منها ضليتني فترة عم بتعالج، ومع هيك ضل في أثار لهذا الحادث لأنه كان حادث كتير كبير. بس بعمر ما أنا يعني تقبلت حالي وتقبلت السكارز هاي، وحسيت أنه خلص هيدي جزء من هويتي، فما بقى كملت أي شيء، يعني ما بقى قررت أعمل عملية تجميل ولا بحط ميك اب غطيهم ولا شيء. هذا الشيء واضح ثقتك بنفسك وأنت أمر بكل الأحوال. بس احكي لنا كيف كان شعورك لما شفتي تعليقات التنمر وأنت عم تنشري فيديوهات تتعلق بالكورونا؟ صراحة كتير إجاني تنمر بعد الكورونا، الفيديو الكورونا وقبل فيديو الكورونا، أي شيء كنت حطه أوقات على إنستغرام أو فيسبوك ويطلع شوي فيرل. للأسف الشديد كنت أحزن، بس ما أحزن على حالي، أحزن على الأشخاص اللي هني عم بيبعتوا لي كومنتس نيجاتيف، لأنه هدول الأشخاص هني كمان عندهم عدم ثقة بنفسهم لحتى لي أنه عم بيطلعوا هيدا الشيء على غيرهم. وأنا كمان زعلت على اللي بيكون عنده وضع بيشبه وضعي، يعني كان عندهم سكارز من حادث أو من حرق أو عندهم تشوه خلقي أو عندهم عاملين عمليات تجميل قبل هيك أو عندهم عمليات كبيرة، فصار عندهم جروح بارزة بجسمهم أو بوجههم، يمكن يكونوا عندهم تصالح أقل مع نفسهم. صح. وهذا الشيء نفسياً، يعني أنا يمكن متصالحة مع نفسي والحمد لله عندي ثقة، بس غيري ممكن يكون مزبوط. سوريا بتعرفي ورجيتك الصورة اللي مبارح نزلتها، أنا كنت كتير خايفة، وأنا على فكرة يعني عندي شوية حبوب بس نحن كتير زودناهم، وكنت عن جد مرعوبة. بعدين قلت أنا لو كنت بعمر أصغر كنت انهرت، بس الحمد لله أنه أنا ما تأثرت كتير لأنه أنا بعمر أكبر وهي الأشياء أبدا ما لها أولويات في حياتنا. بس فعلا فعلا هذا الشعور كتير سيء، إذا ما كان الواحد شخص قوي مثلك ما رح يتحمله. بكلمة واحدة شو بتوجهي رسالة للمتنمرين؟ بقول انه خدوها على حالكم، حطوا حالكم محل الشخص اللي عم تتعلقوا على صورته بطريقة سلبية. اذا انتم كان صار معكم هيدا الشيء او حدا من اولادكم او من عائلتكم، يعني انت تخيلي شعور عائلتي لما كانوا عم بيقروا هدول التعليقات، هن زعلوا اكثر ما انا زعلت لانه هن بالنسبة لهم انه متضايقين. يعني 100% هيك. شكرا كثير سوريا. نحن ما عم نسمع عصرنا. سوريا على كل حال انبسطي كتير بلبنان، والفيو اللي عندك بجنن، وانبسطي مع أهلك، وإن شاء الله بتقدر ترجعي لشغلك بأقرب وقت ممكن. Thank you. كلك ذوق. طيب لنفترض أنه الناس اللي تابعت سوريا ما كانت عارفة قصتها، ومع ذلك ما عندهم الحق أكيد أنه يتنمروا، كيف لو كانوا المتابعين عارفين قصة صاحب الحساب ومتابعينه بكل مراحله قرروا فجأة ما يتقبلوه؟ خلينا نشوف السبب. العلاجات والخلطات الوهمية كثيرة، بس أنا رح ركز على أكثر خلطة منتشرة. قصي اليوسف محارب السرطان اللي حاول لعدة سنوات يتفادى الكيماوي، نعرف بشجاعته وكفاحه وتقديم المحتوى يلي بيعرف الناس أكثر على هالمرض يلي منتشر بعدة أجزاء بجسمه. ومن فترة بدأ قصي بعلاج الكيماوي اللي أفقده شعره، الشيء اللي ما وقفه عن نشر رسالته التوعوية. هي أنا حاولت ضوي شمعة سلطت فيها الضوء على الأشياء اللي ممكن تساعد بهي الفترة، وهلأ صار دورك. لكن الصدمة كانت بعبارات قاسية من بعض المتابعين، مثل هذا مو منظر يشوفوه العالم، ما ناقصنا منظرك بدون شعر، وتعليق تاني مثل خلي شعرك يطلع بعد صور فيديو لينشاف.
يعني صراحة تعليقات جدا قاسية، ما بعرف كيف يفكروا هنا عم يكتبوها. وكمان معنا قصي من سوريا. صباح الخير قصي. بدي أقولك أهلا فيك ومنور مو مرة، 100 مرة كمان. الله يسلمك. الله يسلمك يا رب. خصي، مثل ما شفنا أنت بتقدم محتوى مفيد، بتحاول أنه تخلي الناس تستفيد من تجربتك، تحكي عن المعلومات الخاطئة بهذا المرض. ولكن مؤخراً لما بلشت علاج الكيماوي الناس تركوا المحتوى وكمان علقوا على خسارتك لشعرك. طبعاً علقوا بأكثر من كلمة سلبية، وهذا الشيء بتعرض له أكثر من مرة. بس هالمرة نشرت اللي وصلني لأنه تذكرت أطفال السرطان وشعورهم بالاختلاف عن الناس اللي مثلهم. فنشرت هذا الشيء اللي صار معي كرمال الناس ومتابعيني مرضى السرطان وأطفال السرطان، إنه الناس متقبلتهم وبتحبهم مثل ما هن، وهذا الشكل جدا طبيعي وعادي. صحيح، ونحن بنحبك يا قصي، وأكيد هدول الأشخاص ما بيشكلوا يمكن 10%، ولكن كانت تعليقاتهم جدا جارحة. بدي أسألك، رح تضل مكمل برسالتك وفيديوهاتك رغم كل التنمر؟ أكيد، وبالعكس يعني لما تنمروا علي خلوني انتبه على موضوع الكلمة وأثرها على الناس، ممكن أعمل شيء كرمال هذا الموضوع. شكرا كثير قصي، نتمنى لك الشفاء يا رب، وتبقى دايما مصدر إلهام لكل المرضى. على كل حال خلينا نكون واقعيين، يمكن يخف التنمر الإلكتروني ولكن ما فينا نقول رح يختفي تماما. كيف نتعامل معه ونتقبله بدون ما تتأثر نفسيتنا أبدا رح نعرف. أهم نصيحة لي بالنسبة للتنمر إنه نحن بدنا نحمي الفيرتشوال سيلف أو نفسنا اللي هي عبر الإنترنت مثل ما بنحمي نفسنا بالحقيقة. فنحن لازم يكون موقفنا ناخد ندافع عن حالنا، ندافع عن حالنا حتى أونلاين، وطبعاً نتعامل بالطريقة العادية مع الأمور التانية مثل نعمل بلوك للشخص أو حتى ريبورت البوست. لازم يحس الشخص ويطمن انه هو بيقدر يدافع عن حاله، وهذا الشيء بيساعده انه يتخطى ويقدر يواجه اي بولي ان كان. يعني شكرا لخاصية البلوك، وبدي اقول للمتنمرين خلف الكيبورد كونوا لطفاء، لانه عالم السوشيال ميديا جميل وفينا ندعم بعض من خلاله وكلنا نستفيد من بعض. وهلا برجع لسارة وهاني، اعملي بلوك ولا لا برايكم؟ والله اعملي بلوك وبقوه، بس تعرفي شيء لين، يمكن كلنا في حياتنا تعرضنا للتنمر، وزي ما انت قلتي يمكن واحنا كبار مختلف شويه من واحنا صغار. انا اخذتيني شويه على ورا ايام المدرسه، كنت بقول لي هان انه انا تعرضت للابتزاز لمدة سنة تقريبا من عمري، وكانت مرة مرحلة صعبة في حياتي. يمكن الغلط الوحيد اللي سويته أنه أنا ما قلت لأحد. فأنا نصيحتي لكل أحد بيتعرض للتنمر للابتزاز، لازم تقول للأحد، قول للأحد كبير يساعدكم تخطوا هذه المرحلة وتعدوا هذه المرحلة، وأبدا لا تخلوا أي شيء يأثر عليكم، خاصة أنه شخص ما هو في حياتكم أصلا. من جد كانت تصدق مرحلة مرة صعبة، دوب تذكرتها كذا لين أخذتني شوية على ورا أزمة وعدت. بس زي ما بقول لك أحس أنه المفروض كان أتكلم، المفروض كل شيء. نعم. لكن أحيانا الإنسان يرتبك ويتوتر فتضيع أفكاره وتتشوه، لأنه أنت صغير ما تعرف إيش كيف حيكون ردة الفعل، كيف يعني كيف حيرد الناس عليك. صحيح، والله يحمينا. أي والله.